القضاة اللي بينقولوا اتقوا الله، هذه أمانة في أعناقكم، هذه أمانة في أعناقكم، حقوق الناس وحرياتها وحتى دماءها، أنتم تقضون في الدماء، تقضون على من تشاءون أو من يحكم الشرع بقتله تحكمون بقتله، وتحكمون في الأموال وتحكمون في الأعراض. اتقوا الله ليس أمامكم إلا أنك تتقوا الله وتقيموا العدل بين الناس. طيب. وهذه عبادة عظيمة، إقامة العدل بين الناس يعني أجرها عظيم، وهذا كان أول رجل يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. طيب أشكرك.